مثل ما في حمص بطحينة على وجه لحمة وقلوبات، في كمان متبل بتنجان على وجه لحمة، وبس تنحط اللحمة على وجهه مع شوية إضافات مش بس بتطلع الطعمة رائعة، بيتغير اسم الطبق من متبل بتنجان لشي اسمه باطرش، اختراع سوري تحديدا حموي كتير طيب. تعال نشوف طريقة تحضيره اليوم سوا. رح نبدأ أول شي ونشق حبتين من البتنجان الكبار ونعمل فتحة صغيرة بثلاث حبات بندورة حجم متوسط، وبصينية للفرن فيها ورقة زبدة حتى الخضرة ما تلزق رح نفوتهم على الفرن حامي من فوق ومن تحت على أعلى درجة موجودة عنا، ونتركهم لمدة 45 دقيقة أو 50 دقيقة حتى ينشووا ويصير شكلهم مثل ما عم تشوفوا قدامكم. بالوقت اللي الخضرة موجودة بالفرن تعالوا نحضر سوا للحمة. بمقلاية فيها زيت أو سمنة رح نحط شي نص كيلو من اللحمة المفرومة ونملحها ونبهرها بالبهار والفلفل الأسود والسبع بهارات وشوية قرفة. ناخدها على الغاز على نار قوية أول شي ومن بعدها على نار متوسطة حتى تستوي وتنشف كل المي الموجودة عليها، وبالوقت اللي اللحمة عم تستوي بتكون البندورة والبتنجان صاروا جاهزين، منطلعهم من الفرن ونشوف كيف بكل سهولة فيها نقشر حبات البندورة ومنخليهم بقلب صحن لأنه رح نستعملهم هلأ بعد شوي. اما البتنجان رح ارجيكم هالمره كيف نقشرهم بطريقه سوبر بسيطه. البتنجان وهي بعدها سخنه بنلفها بالورق البلاستيك او الكلينج فيلم، بنقصها لراسها وبنضغط عليها وبنشوف كيف بكل سهوله بيطلع اللب الموجود بقلبها بلا ما يطلع معنا ولا اي قشر، وكتير مهم نصفي البتنجان من المي اللي بيطلع بقلبه ومنخليه على جنب. البندوره المشويه رح نقطعها على شقف صغيره ورح نرجع نضيف على اللحمه المفرومه اللي استوت، وانا اخذت شوي من اللحمه خليتهم على جنب بدي ارجع زين الصحن فيهم، وبنرجع بنضيف ملعقتين كبار من معجون الطماطم او رب البندوره وبنرجع بنقليهم سوا على الغاز على نار متوسطه حتى يتجانسوا ويتسبكوا وتنشف كميه كبيره من المي الموجوده بقلب البندوره، بس ما بنشفهم على الاخر. البتنجان المشوي والمقشر بنفرمه لقطع صغيره وبنرجع بنضيف عليه شوي من اللبن او الزبادي وشوي من الطحينه وحبتين ثوم ورشه ملح اكيد، وهديك المره طحناهم على المكنه بس هالمره رح نخليهم خشنين وبس حنخلطهم بالمعلقه. وهيك بنكون صرنا جاهزين حتى نبلش نشكل الصحن. رح نفرد اول شي بالقاعده متبل البتنجان اللي حضرناه، بنوزعه بطريقه مرتبه وبنرجع بنحط عليه طبقه من اللحمه اللي حضرناها مع البندوره حتى نزين وجه الطبق ويصير شكله اجمل. رح نحط شوي من اللحمه اللي شلناها قبل ما نحط البندوره، شويه بقدونس مفروم، شويه رمان وشويه قلوبات، واخر شي على الوجه خيط من زيت الزيتون بيعطي لمعه كتير حلوه، وبس هيك بيكون هذا الطبق صار جاهز. انا للصراحه ما كنت داوي قبل وكنت اول مره امبارح بدوقه وانا وعم صوره، بس فعلا الطعم كتير طيبه مش شوي، والكومبينيشن بين البتنجان والطحينه والبندوره واللحمه اكثر من رائعه. خبروني مين منكم كان بيعرفها لهالاكله ومين عباله يجربها، والف صحتين وعافيه على قلبكم.